وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني قد وصل اليوم إلى مدينة دمشقيط في زيارة عمل أشرف خلالها على انطلاق الحملة الزراعية 2022-2023. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف وزير الزراعة السيد آدم بوكار سوكو ووالي الحوض الغربي السيد المختار والحندة ورئيس جهة الحوض الغربي السيد ختاري والشيخ أحمد وحاكم مقاطعة دمشقيط والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الجهوية في الولاية.